صباح الخير على حضراتكم جميعا. النهارده هنشتغل على المحاضره الثالثه في ماده طرق ومناهج البحث العلمي. نبدا محاضرتنا بعرض الاهداف. الهدف الاول هو التعرف على مصادر فكره البحث. الهدف الثاني التفكير في اسئله البحث. الهدف الثالث تعريف مفهوم الدراسات السابقه. واخر هدف هو صياغه مشكله البحث. الباحث لما بيقرر انه يعمل بحث علمي طبعا بيكون عايز يعرف مصادر يجيب منها أفكار، فعنده هنا مجموعة من المصادر. في اهتمامات الباحث، في حل المشكلات في الأبحاث السابقة، وفي النظرية. النقطة الأولانية هي اختيار فكرة البحث. طيب الباحث اللي بيكون تحديدا كمان بيدور على موضوع التمويل، بيبحث عن جهة تمول البحث الخاص بيه، وبالتالي هنا بيكون عنده نقطة مهمة قوي وهي جودة الفكرة، بنقول عليها الكواليتي، لأنه التمويل سواء الجهة اللي هتموله أو الجهة المانحة دي يعني هتقبل أو هترفض البحث بناء على جودة الفكرة. يعني يسأل نفسه هل الفكرة اللي هو بيقولها دي هتضيف إلى المخزون الحالي من الدراسات السابقة؟ هل لها صدى من الناحية التطبيقية؟ البدائل المتاحة للباحث بقى عشان يختار فكرة البحث عنده اهتمامات الباحث اللي هي الانترست، عنده حل المشكلات أو البروبلم سولفينج، الأبحاث السابقة previous research، والنظرية اللي هي الثيوري. أول نقطة اللي هي اهتمامات الباحث أو الانترست. ممكن الباحث يكون عنده اهتمام مسبق أو قضية أو سؤال بيريد الإجابة عليه، زي مثلا هو مهتم بخصخصة الشركات، أو لم يكن لديه أي اهتمام مسبق ولكن من خلال القراءات والاطلاع على الدراسات السابقة والملاحظة بتتبلور عنده فكرة. المصدر الثاني بالنسبة له هو حل المشكلات أو problem solving. بيكون عنده مثلا رغبة في حل مشكلة معينة، ودي بترتبط بالبحوث التطبيقية، زي مثلا مؤسسة بترغب في إجراء بحث لتقليل الضغوط على بيئة العمل، وضع نظام للعمل، جعل السيارات أكثر أمانا للقيادة، وبالتالي الأبحاث دي بتتم في كيانات متخصصة زي المؤسسات أو المصانع. المصدر الثالث عندنا الأبحاث السابقة أو previous research. يعني الباحث ممكن يختار موضوع بناء على نتائج الأبحاث السابقة بهدف إنه عايز يتأكد مثلا من ثبات النتائج اللي ظهرت في بحث سابق، فبيكون بتكرار البحث ولكن بيعمل بعض التغييرات زي ما قلنا، زي التغيرات في بيئة أو العينة التي يجري عليها البحث. ممكن مثلا يكون بيعتمد على نتائج الأبحاث السابقة، بيدور على الموضوع بناء على نتائج الأبحاث السابقة، لأنه بيكون الهدف هو توسيع نطاق تطبيق بحث سابق. البحث ده اتطبق على مجتمع معين، احنا عايزين نطبقه على مجتمع آخر، وبالتالي احنا عايزين نوسع نطاق التطبيق، أو مثلا بهدف إن احنا نعيد فهم النتائج التي توصلت إليها تلك الأبحاث. يعني مثلا في نظرية طلعت نموذج معين، طيب احنا عايزين بقى ناخد النموذج ده ونعيد تطبيقه في مجتمع جديد بعينة جديدة، وبالتالي نشوف بقى ايه، نعيد فهم النتائج التي توصلت إليها تلك الأبحاث. في قاعدة بتقول الأبحاث تولد أبحاث، يعني الأبحاث بتدينا دايما مش بس نتائج ولكن أسئلة مطروحة، وبتدينا أفكار لبحوث مستقبلية. المصدر الرابع هو النظرية أو الثيوري. طب إيه تعريف النظرية؟ النظرية هي تصور أو وصف لظاهرة معينة. هذا التصور بيحاول جمع كل ما نعرفه عن تلك الظاهرة في جملة أو طبعا مجموعة جمل. النظرية مهمة ليه؟ لأن النظرية هتكون الأساس اللي أنا هحصل منه على الفرض أو فروض البحث. النظرية بتديني بعض التنبؤات حول الأسباب التي تؤدي إلى ظاهرة أو إلى حدوث ظاهرة معينة. هذه التنبؤات يمكن ان انا اترجمها الى فروض، وبالتالي هذه الفروض لازم طبعا زي ما اتفقنا انها تكون فروض قابله للاختبار. الهدف الثاني من المحاضره احنا بنتكلم على التفكير في اسئله البحث. في عندي نقطه لازم اخبلي منها، فكره مجال البحث او ريسيرش اريا اللي هي بنقول عليها الميول نحو مجال معين من الاوساط الاكاديميه، اللي هو مثلا انا طبيب ومجال البحث اللي عايز اشتغل فيه هو علم الاعصاب، يعني عشان كده بنقول ان ده النطاق الاوسع لموضوع البحث. ما نتلخبطش بقى ما بين مجال البحث وموضوع البحث. موضوع البحث اللي هو بسميه الريسيرش توبيك، ده مثلا انا مجال البحث بتاعي او الريسيرش اريا كانت علم الاعصاب. طيب التوبيك بقى بتاعي او الموضوع بتاعي هيكون انا عايز اعمل بحث في اليات التواصل العصبي، دي حاجه دقيقه في علم الاعصاب. اذا مجال البحث هو نطاق اوسع لموضوع البحث، يبقى ده الاشمل. يعني الباحث في التفكير في اسئله البحث عنده نوعين من الاسئله، عنده الاسئله العامه زي الجنرال كويستشنز اللي هي مثلا بيسال نفسه ما هو مستوى الفقر في المجتمع، وبينزل منها او يعني بيندرج بقى منها اسئله خاصه، او الاسئله الخاصه بسميها سبيسيفيك كويستشنز، زي مثلا طيب الفقر ده بقى ايه، هل هو فقر مطلق يعني
يعني عدم القدرة على حصول أي متطلب من متطلبات الحياة، ولا هو فقر نسبي يعني الفرد عنده حاجات ويفتقر إلى يعني متطلبات أخرى، ولا هو فقر الدوري بمعنى الفقر الدوري اللي هو الفقر المرتبط مثلا بحدوث كوارث طبيعية، بحدوث حروب، بحدوث أزمات اقتصادية أو انهيارات اقتصادية وهكذا. بالتالي خلي بالي إن الأسئلة العامة والأسئلة الخاصة الاتنين بياخدوا بيتشكلوا زي كأن فكرة الهرم المقلوب. بمعنى بنبتدي بالأسئلة العامة وبننزل للأسئلة الخاصة، دايما الباحث كده بتكون أسئلته عامة من العام إلى الخاص. أول نقطة هنتكلم فيها في الأسئلة هو أهمية تركيز ووضوح أسئلة البحث. يعني بحث لازم يسأل نفسه ما هي الأسئلة التي أحاول الإجابة عليها؟ لو قال لنفسه إيه؟ أنا السؤال هو محاولة إيجاد إجابات عن الفشل المالي لشركات القطاع العام، أو ده سؤال مبهم مش هيعرف يجاوب عليه، لازم يدخل أو يحوله إلى أسئلة محددة. طيب هل هيتكلم على ما هي الشركات الأكثر عرضة للفشل المالي؟ هل تريد معرفة معدل تغير الفشل المالي خلال فترة أم تريد التعرف على أسباب الفشل المالي؟ يبقى السؤال الأولاني ده لا، ده مش عارف يجاوب عليه، لازم يحدد، لازم يحط أسئلة محددة. تاني نقطة تركيز الأسئلة في ظل البحوث الوصفية. يعني دلوقتي هنشوف بقى لما باجي أعمل بحث وصفي، احنا كنا اتكلمنا على أنواع البحوث دي في المحاضرة السابقة، في مجموعة نقاط لازم الباحث يخلي باله منها وهو بيحط أسئلته في البحوث الوصفية. أول حاجة لازم يحدد يعني يضع تعريف محدد لجميع المفاهيم اللي هيستخدمها في الدراسة. تاني حاجة بيحدد الإطار الزمني للتوصيف، بمعنى هل الدراسة بتاعته دي بتشتغل على سنة معينة؟ هل هي بتشتغل على مجموعة سنين؟ هل هي بتشتغل على مقارنة ما بين فترة وأخرى؟ يبقى لازم يحدد الإطار الزمني. كمان لازم يحدد النطاق الجغرافي لعملية التوصيف، هل هو بيشتغل على دولة بعينها ولا مقارنة ما بين دولتين وهكذا. نقطة كمان مهمة اللي هي تحديد درجة العمومية في التوصيف، بمعنى هو لان لازم يحدد كمان هل هو بيشتغل على مجتمع بالكامل ولا بيشتغل على فئة معينة داخل هذا المجتمع. لازم كمان يحدد الخصائص الأساسية التي يهتم بها عند إجراء البحث الوصفي، يعني هو بيتكلم على أفراد، فهل مثلا خاصية الطول دي مهمة؟ يبقى لازم هيحدد برضو الخاصية دي، متوسط الطول، بيتكلم على بحث له علاقة بالإدارة المالية بقى هيحدد حجم الأصول وهكذا. نقطة كمان هي درجة التجريد التي يهتم بها الباحث عند إجراء البحث الوصفي. يعني هل هو مثلا لو جاي بيشتغل على موضوع الفشل المالي، هل هو بيشتغل على الفشل المالي للشركات فعلا ولا هو بيشتغل على ما يعكسه الفشل المالي؟ يعني هل هو بيشتغل على الفشل المالي ام على اساس ان هذا الامر بيعكس شيء معين؟ يعني هو يقصد في البحث اللي هيشتغل عليه مش بس الفشل المالي او مش الفشل المالي، ولكن بيشتغل على سوء ادارة الشركات. نقطة مهمة كمان بنقول عليها ما هي وحدة التحليل او اليونت اوف اناليسيس، هو لازم يحدد، لازم يقول ايه هي يونت اوف اناليسيس او وحدة التحليل اللي هيستخدمها. يعني ايه وحدة التحليل؟ يعني الشيء الذي نجمع عنه المعلومات. يعني لو هو بيعمل دراسة مقارنة بين الاشخاص المنفصلين عن ازواجهم وغير المنفصلين عن ازواجهم، يبقى وحدة القياس هنا هتكون الفرد. لو هو بيعمل دراسة عن معدلات الفشل المالي للشركات منذ سنة 2000، يبقى وحدة القياس هنا هتكون السنة. اما لو بيعمل مقارنة لمعدلات الجريمة في بلد مقارنة ببلد آخر، فالدولة هنا هتكون وحدة القياس. هنتكلم على نقطة تالتة جوه أسئلة البحث، وهي تركيز الأسئلة في ظل البحوث التفسيرية. في عندي أنواع مختلفة للبحوث التفسيرية، وكل نوع هنشوف أسئلته هتبقى عاملة إزاي. يعني عندي نوع اللي هو البحث عن الأسباب أو النتائج، عندي نوع تاني اللي هو استكشاف علاقة سببية بسيطة، عندي نوع تالت اللي هو النماذج المركبة في اكتشاف العلاقة السببية، وعندي نوع رابع اللي هو تفسير العامل المشترك والتفسير الخاص الذاتي. هناخد النوع الأول، البحوث التفسيرية اللي هو إيه؟ اللي هو فكرتها زي ما احنا قلنا اكتشاف وتحديد الأسباب أو النتائج المترتبة على ظاهرة معينة. النوع الاولاني اللي هو بقى ايه البحث عن الاسباب او النتائج، وده ابسطهم. يعني مثلا انا عايز اتعرف على سين، بمعنى ما هي الاسباب التي تؤدي الى التغير في معدلات الطلاق. انا مثلا قريت كتير عن الاسباب التي تؤدي الى معدلات الطلاق، فانا عايز اعرف ما هي الاسباب. هل هو مثلا الظروف الاقتصادية؟ هل القوانين والتشريعات؟
هل القيم في المجتمع اتغيرت؟ بالتالي دي أبحاث بتسعى للوصول إلى الأسباب. أو التغير بقى في معدلات الطلاق هيؤدي إلى إيه؟ يبقى النتائج المترتبة عليه، يبقى دي أبحاث بتسعى إلى تحديد النتائج. النوع التاني بقى في الأسئلة اللي هسألها، أو النوع التاني مرتبط بالبحوث التفسيرية، وبنقول استكشاف علاقة سببية بسيطة. طيب هنا بيكون الأسئلة أكثر تحديدا. طب ناخد مثل، يعني هنا الباحث بقى بيقول إيه، هو حط سبب بقى. هو بيحاول إيجاد أو بيحاول إنه يفهم أو بيقترح العلاقة السببية، هو بيقترح العلاقة السببية بالتغير في معدل الرفاهية في المجتمع. قد يكون هو ده في علاقة سببية ما بينه وما بين التغير في معدلات الطلاق في المجتمع، فدي أبحاث بتسعى إلى استكشاف علاقة سببية اللي هي معرفة الأسباب. أو بنوع تاني من الأبحاث، هي الأبحاث التي تسعى إلى استكشاف علاقة سببية بس معرفة النتائج. يعني هو بيحاول برضو إنه يقيس العلاقة ما بين هل التغير في معدلات الطلاق، وهنا بقى دي بقى سين بتأثر على أو هيكون هيترتب عليها التغير في معدل الجريمة في المجتمع. إذا دي هنا أبحاث هدفها معرفة النتائج، الأولانية كانت معرفة أسباب، هو بيقترح علاقة سببية، هنا بيقترح إنه التغير في معدلات الطلاق هيأثر على التغير في معدلات الجريمة في المجتمع، ويبقى دي أبحاث هدفها معرفة النتائج. النوع الثالث هي نماذج بقى مركبة أكتر في اكتشاف العلاقة السببية. لما الباحث بيحدد الأسئلة بقى في ظل هذا النوع من البحوث، بيضع أشكال تبين العلاقات، وده بيساعد الباحث كثيرا، أو واللي هيساعده أكتر عن إنه يشتغل على النوع ده، لأن دي نماذج بنقول مركبة، إنه يسأل نفسه 4 أسئلة. ما هو الشيء الذي أحاول تفسيره؟ ما هي الأسباب المحتملة؟ أي من تلك الأسباب سوف أبحث؟ ما هي الآليات المحتملة والتي تربط بين الأسباب المفترضة والنتائج المفترضة؟ ودي باينة في عندكم، المثل ده موجود في الكتاب. هنا بقى نموذج، أو هنا الشكل المعقد، يعني هل هو عايز ياخد بقى فكرة إنه حركات تحرير المرأة كانت سبب في زيادة مشاركة المرأة في العمل، ودي كانت سبب في استقلالية المرأة اقتصاديا، وبالتالي دي كانت سبب في تغير معدلات الطلاق في المجتمع، اهو دي علاقة سببية بقى مركبة. او لو خدنا بقى الآلية تانية خالص، هنقول مثلا انه الادوار الرئيسية في الزواج، او تحديد الادوار الرئيسية في الزواج ادى الى او كان سبب في زيادة مستوى الصراع بين الازواج، ده هنا بقى بسميه متغير وسيط، لانه زيادة مستوى الصراع بين الازواج ادى الى تغير معدلات الطلاق في المجتمع. ولا هو عايز ياخد اكتر من سبب، ياخد مثلا انه تحديد الادوار الرئيسية في الزواج اثر على او كان سبب في التأثير على المشاركة في العمل، وبالتالي كان سبب في التأثير على مستوى الصراع بين الازواج اللي ادى بدوره الى تأثير في تغير معدلات الطلاق في المجتمع. يبقى من الاسئلة السابقة اللي احنا اتكلمنا عليها دي، هو هيسأل نفسه ولازم يعمل يحط كده الهيكل بتاع الاسباب، عشان لان دي بنقول عليها ايه، ده نموذج مركب لاستكشاف العلاقة السببية. فبالتالي لازم يسأل نفسه الأسئلة اللي احنا قلناها ويحط الشكل عشان يقدر يعرف هو هيبتدي منين، او ايه هي، هل هو هيشتغل على متغير، هل هيشتغل على اكتر من متغير، اكتر من يعني العلاقة السببية هتبقى ما بين يعني اكتر من متغير هما دول السبب في حدوث ظاهرة معينة، ولا متغير واحد زي مثلا الأدوار الرئيسية في الزواج، وياخد معاه متغير وسيط اللي هو الصراع بين الأزواج وتأثيرهم او تأثيره على تغير معدلات الطلاق في المجتمع. مهم ان الباحث لما بيحط كل او بيجاوب على الاسئله دي، ان هو كمان بيقارن ما بين الطرق المختلفه لفهم التغيير الذي يحدث مثلا في معدلات الطلاق في المجتمع. يعني مثلا ممكن يقرر ان هو يشوف، طيب المدخل الاقتصادي نفس الموضوع، لما هيدرس من اكتر من مدخل هيبقى له اكتر من صياغه، هيبقى له اكتر من اكتر من يعني من هيبقى فيه اختلاف في تحديد الاسباب. يعني مثلا لو هو قرر انه ياخد الظاهره بتاعه او بيحاول فهم التغيير في الذي يحدث في معدلات الطلاق في المجتمع،
قرر مثلا ان هو يشوف المدخل الاقتصادي. المدخل الاقتصادي هيرجح، لو خدنا بقى عملنا نفس الرسمه اللي فاتت دي، هيقول ايه؟ انه اسباب او تغير في معدلات الطلاق ممكن ترجع الى دخول المراه الى سوق العمل واستقلالها اقتصاديا، وبالتالي حصل عندها مستوى من الثراء عالي، فده اثر. طيب ممكن ياخد المدخل الاجتماعي، المدخل الاجتماعي هيقول لك انه حصل تغيير في قيم المجتمع وده كان سبب في زياده معدلات الطلاق، ومثلا اصبحت فكره الطلاق مقبوله. المدخل القانوني او التشريعي، انه حصل مثلا تعديلات في قوانين التشريع سهلت فكره الطلاق فده اثرت على معدلات الطلاق. وبالتالي هنا الباحث بيعمل ايه؟ يعني بيقوم بدراسه مجموعه الطرق المختلفه التي يستطيع انه يفهم بيها ظاهره، يعني هي الظاهره بتاعت معدلات الطلاق في المجتمع او التغير في معدلات الطلاق في المجتمع. دي ليها اكتر من مدخل واكتر من طريقه. هو يدرس، ممكن يدرس الثلاث مداخل او المداخل المختلفه ويقارن ما بينهم، وده لمساعدته في فهم الظاهره موضوع البحث وبالتالي صياغه الاسئله. اخر نوع عندنا في البحوث التفسيريه اللي هو بسميه التفسير العام المشترك والتفسير الخاص الذاتي. التفسير العام المشترك او بنسميه نوموثاتيك اكسبلانيشن، دي فكرتها ايه؟ ان انا بعمل دراسه عدد قليل من الاسباب او النتائج لفهم ظاهره معينه، يعني انا بحدد عدد قليل من الاسباب او النتائج عشان افهم بيهم ظاهره معينه، ولكن بطبقهم على عدد كبير من الحالات، يعني عدد كبير من الافراد، عدد كبير من الشركات. بيكون هدفي المحاوله للوصول الى تفسير جزئي لظاهره معينه، وده بسميه بارشل اكسبلانيشن، انا عايز افهم الظاهره ولكن افهم فهم جزئي، بدلا من ان انا ادرس حاله واحده بشكل مستفيض. انا بحدد مجموعه من الاسباب بسيطه او النتائج عشان افهم ظاهره معينه، بطبقها على عدد كبير من الشركات. الهدف ان انا عايز اعمل تفسير جزئي للظاهره partial explanation، بدل من ان انا امسك حاله واحده واعمل عليها دراسه مستفيضه. يبقى هذا المدخل بيمكننا من فهم تاثير عامل او متغير معين. في المقابل بقى عندي حاجه اسمها التفسير الخاص الذاتي ideographic explanation، بمعنى انا بقى بدل ما ادرس الاسباب دي على عدد كبير، لا انا هدرس حاله واحده، مثلا هدرس اسره مطلقه مثلا، هاخدها بدراسه مستفيده، هاخد شركه معينه اشتغل عليها بدراسه مستفيده. يبقى بيكون هدفي ايه؟ محاوله تقديم تفسيرات شامله وكامله، مش بقى تفسير جزئي، قدر الامكان لتلك الحاله. مثال مثلا عندي هعمل دراسه حاله لزوجين انفصلوا، هعمل دراسه مستفيده اولا عن اسباب الانفصال، ثم بعد كده هعمل دراسه مستفيده عن تاريخ العيله لكل طرف، وطبعا هدخل في الدراسه دي مجموعه من العوامل الاخرى، يعني هدخل كل العوامل الممكنه عشان اوصل الى التفسير الشامل والكامل لتلك الحالة. تالت هدف عندنا اللي هو مراجعة الدراسات السابقة. الدراسات السابقة دي أنا هسميها أو بتسمى بالإنجلش هي الليتريتشر ريفيو. إيه المقصود بيها؟ قراءة وفهم كل ما كتب عن موضوع البحث من كتب ومقالات ورسائل علمية، زي ما كنت بعمل حصر شامل لكل حاجة أو لكل مفهوم مرتبط بالبحث اللي أنا هشتغل عليه. وبالتالي بيستطيع الباحث بعد ما يعمل القراءة ويفهم، يعني ويعمل مسح شامل قدر الإمكان لموضوع البحث، يستطيع أنه يبني على نتائج ما سبقه، فلا يبدأ من نقطة الصفر، ويتوسع في التطبيق بما يضيف للمعرفة في المجال الذي يبحث فيه. يبقى عنده خلفية هيبني عليها ويتوسع ويضيف للمعرفة، دي مهمة جدا، الباحث دايما يضيف للمعرفة. وبيقدم إجابات، يعني الهدف منها انها بتقدم اجابات على اسئله محدده تساعد في تخطيط البحث. الدراسات السابقه هتساعد برضو الباحث انها بتقدم اجابات على اسئله محدده تساعد في التخطيط للبحث. يعني اسئله زي ايه؟ هل تم تناول موضوع البحث من قبل؟ ما هي النتائج التي توصلت لها الدراسات السابقه؟ هل كان هناك قصور في المنهجيه المتبعه؟ احنا هنتكلم عن المنهجيه دي في تصميم البحث ان شاء الله لاحقا. هل كان في قصور في المنهجيه العلميه اللي استخدمها الباحثين او التي تم اتباعها يعني في الدراسات السابقه يجب تجنبها؟ خلي بالي بقى هنا الفرق ما بين نقطتين، ما بين فكره تكرار الابحاث، ده كان اخر هدف في المحاضره اللي فاتت اللي هو بنقول عليه ريسيرش ريبليكيشن، وفكره ازدواجيه الابحاث او اللي بسميها ريسيرش دوبليكيشن. تكرار الابحاث ده شيء جميل، ان انا بعيد تطبيق البحث زي ما قلنا، ولكن مع اجراء تغييرات ليها علاقه بالعينه او بالبيئه. الهدف ان اتاكد من النتائج السابقه الوصول ليها مع امكانيه تعميم النتائج اللي هو بسميه الجنراليزيشن، اتكلمنا عليها قبل كده. اما ازدواجيه الابحاث، يقوم الباحث المفروض طبعا بدون علم، ما كانش يعلم، انه يعمل نفس الشيء ويكرر الموضوع او يعيد تطبيق نفس الشيء الذي تم تناوله في الابحاث السابقه. وهذا طبعا بيكون بسبب ايه؟ بسبب عدم خبره الباحث، او خلي بالنا بقى انه ايه؟
انه بسبب التقصير في المراجعه الشامله للدراسات السابقه التي تمت في مجال البحث. اخر هدف في محاضره النهارده هو صياغه مشكله البحث. مشكلة البحث بتأخذ سؤال أو بتأخذ شكل سؤال موجز حول العلاقة بين متغيران أو أكثر. لما دايما مشكلة البحث بعد ما نكتب بنسخة بنحولها إلى سؤال، هو سؤال موجز بيوضح العلاقة بين متغيرين أو أكثر، زي مثلا ما هو تأثير الانخفاض في مؤشر داو جونز الصناعي على أداء الشركات الصغيرة. عندي متغير ومتغير وصيغتهم في العلاقة ما بينهم، صيغتها في صورة سؤال موجز. ما هو تأثير مثلا إدراك الشعور بالعدالة التنظيمية على الأداء الوظيفي للعاملين؟ في معايير مهمة أوي لازم أخلي بالها وأنا بشتغل على مشكلة البحث. أول حاجة أن المشكلة يجب أن تصف العلاقة بين متغيرين أو أكثر. تاني حاجة أن تكون المشكلة قابلة للاختبار العلمي، زي من خلال الحصول على البيانات بالملاحظة أو التجربة أو الاستقصاء. تالت حاجة يعني إيه؟ مما يعني أنه بالضرورة يجب على الباحث أو يقدم التساؤل أو أن يكون التساؤل الذي يقدمه البحث أو الذي يقدمه يعني مشكلة البحث محدد وواضح. لازم أخلي بالي بقى في النقطة دي ما بين حاجة اسمها السؤال الغامض أو الغير محدد، زي مثلا لو سألت إيه؟ هل تؤثر التدريبات الرياضية على الصحة البدنية والعقلية؟ أو ده سؤال غامض. ليه؟ التدريبات الرياضية دي أنهي نوع؟ لا نعرف. الصحة البدنية والعقلية لمين؟ لكل الناس؟ لفئة معينة؟ لا نعرف. نقطة كمان لازم اهتم بيها في صياغة مشكلة البحث وهي تجنب حدوث غموض في مشكلة البحث، بمعنى ان انا اضع حاجة بسميها التعريفات الاجرائية او الـ operational definition. يعني لو انا جيت خدت مثال كده بقول ايه، باحث قرر انه يدرس الموضوع ده، تأثير الفصول الدراسية كبيرة الحجم على الاداء الاكاديمي للاطفال الموهوبين في المدارس ذات الكثافة المرتفعة. لأول وهلة السؤال باين مباشر ومحدد، ولكن الحقيقة إن في مصطلحات كتير يجب أن يتم تحديدها وتعريفها في هذا الشأن. مثلا أول حاجة لازم أفهمها هو ما هو المقصود بالفصل الدراسي كبير الحجم؟ طب يبقى أنا محتاج أعرف ما هي خصائص الطفل الموهوب؟ ماذا نقصد بالأداء الأكاديمي؟ ماذا نقصد بالمدارس عالية الكثافة؟ فابتدي بقى احط بقى ايه تعريف اجرائي. اقول بقى الفصل الدراسي كبير الحجم هو الفصل الذي يزيد فيه عدد الطلاب عن 30. الطفل الموهوب هو الطفل الموجود في الفصول الدراسية المتقدمة. الأداء الأكاديمي هي الدرجات التي يتحصل عليها الطالب في الاختبارات المعتادة. مدارس عالية الكثافة هي المدارس التي يزيد عدد الطلاب فيها عن 1000 طالب. يبقى إذن أنا هنا حددت بقى، عملت تعريف إجرائي، حددت كل مفهوم في مشكلة البحث عشان أبقى أشتغل عليه بشكل دقيق، لأن خلي بالي إن أنا مشكلة البحث دي هي الخطوة اللي بعديها، إن أنا كل خطوة قلنا في البحث العلمي مترتبة على الخطوة اللي قبليها. لو أنا ما حددتش، لو أنا ما عملتش تعريف إجرائي دقيق لكل مفهوم أنا مش عارف أقيسه، وبالتالي هتبقى النتائج بتاعتي فيها مشكلة. بدون التعريفات الإجرائية لا يمكن أن نحدد ماذا ندرس، لأن المفاهيم في حد ذاتها غير قابلة للملاحظة. يعني أنا ما أقدرش أشوف بعيني رضا العميل أو ولاء العاملين، دي حاجة أنا ما أقدرش أشوفها، يبقى لازم أعرفها. إذن لابد من تحويلها إلى شيء يمكن ملاحظته أو بمعنى آخر يمكن قياسه. لازم أفهم يعني إيه رضا العميل ده، أديله تعريف، في نفس الوقت أديله تعريف بمعنى إن أنا أديله مؤشرات أستطيع بها إن أنا أقيس رضا العميل. هناك بقى ما يسمى بنوعين من التعريفات، في تعريف اسمي او النومينال ديفينيشن، وفي التعريف الاجرائي او الاوبريشنال ديفينيشن. التعريف الاسمي مثلا انا عايز ادرس اداء المنظمه، طب هل انا عايز ادرسها من ناحيه تسويقيه يعني النصيب السوقي ام المالي؟ اذا هنا لازم احدد التعريف الاسمي لاداء المنظمه. طيب هشتغل على دراسه لها علاقه بالطفل، ايه هو تعريف الطفل؟ هل هو تعريف من ناحيه العمر أو تعريف من ناحية قانونية؟ يعني من الأب والأم، هل هو طفل من جاي من أب وأم ولا طفل بالتبني؟ جميع هذه الأمور من شأنها التأثير على النتائج التي سيتوصل إليها البحث. ليه بقى؟ لأن التعريفات المختلفة تؤدي إلى نتائج مختلفة، يبقى أنا لازم أحدد وأعرف المفهوم بشكل دقيق لأنه ده هيأثر على النتائج.
التعريف الاسمي جميل ولكنه تعريف مجرد، وبالتالي انا لازم هتبعه بتعريف اخر هنتكلم عليه كمان شويه. طب ازاي احدد التعريف الاسمي؟ اول حاجه البحث عن العديد من التعريفات في الدراسات السابقه، يعني المفهوم اللي انا هشتغل عليه ادور له على اكتر من تعريف في الدراسات السابقه. من القائمه السابقه بيختار الباحث التعريف المناسب لدراسته، يعني هو جاب كل التعريفات اللي ليها علاقه بالمتغير او بالمفهوم بتاعه. من خلال كل القائمه اللي جمعها عن التعريف بيقوم باختيار التعريف الذي يناسب موضوع البحث او اللي بيناسب دراسته، او هو هيقوم بتحديد او بوضع التعريف خاص بيه. يعني هو ممكن من التعريفات اللي طلع بيها دي ياخد تعريف منهم ويضيف عليه، لان التعريف الخاص بموضوع الدراسه بتاعه مختلف عن التعريفات اللي اتقدمت، ولكن ما ننساش ان هو اعتمادا على التعريفات الموجوده في الدراسات السابقه. بمعنى انا هدي مثلا، انا جيت في دراسه الدكتوراه كنت بتكلم على مفهوم اسمه العنف النفسي. العنف النفسي ده كان فيه اكتر من تعريف اسمي اتقدم في الدراسات السابقه. انا التعريف اللي انا في الاخر اخترته لدراستي هو كان تعريف معتمد على دراسه من الدراسات السابقه، ولكن عملت فيه تعديل لان هذا التعديل كان يتناسب مع ظروف المجتمع اللي انا بطبق فيه. ده هنتكلم عليه ان شاء الله اكتر لما نيجي نتكلم على جمع البيانات. في جميع الحالات سواء كان الباحث هياخد تعريف من دراسه من الدراسات السابقه او هيقدم هو تعريف، لازم في الاخر هيعمل حاجه بنسميها ايه؟ الجاستيفيكيشن، او هيقول انا ليه اخترت التعريف ده او ليه حطيت التعريف ده من عندي. زي ما انا قلت، انا عملت، انا كتبت كده، انا التعريف بتاعي هو كذا 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 وفي تعديل كان في اخره، واني اخترت هذا التعريف لاني انا بعتمد على الدراسه السابقه الفلانيه لاسباب 1 2 3، وقمت بتعديل هذا التعريف بناء على دراسة قمت بها استطلاعية داخل المجتمع والتي تنطبق مع، وبالتالي تم تعديل التعريف ليتناسب مع أو يتماشى مع ظروف مجتمع الدراسة. بعد ذلك بقى، بعد تحديد، يعني يأتي تحديد إيه أبعاد المفهوم. يعني أنا حددت المفهوم وعملت له تعريف، بس خلي بالي بقى إن المفهوم بينبثق منه أبعاد. يعني مثلا المسؤولية الاجتماعية للمنظمات، أول حاجة عملتها إن أنا وضعت التعريف الاسمي او تعريف ما هي المسؤوليه الاجتماعيه للمنظمات. بعد كده لازم اعمل تعريف لايه او احدد ايه ابعاد بقى. ابعاد المسؤوليه الاجتماعيه دي مثلا الاعمال الخيريه، الالتزام بالقوانين، الحمايه البيئيه. ليه؟ لان في الاخر الباحث هيقول بقى نفسه هو بيشتغل على موضوع الدراسه، هل انا بقى هشتغل على بعد واحد من الابعاد دي ولا هشتغل على مجموعه ابعاد؟ التعريف الاسمي فيه مثل مهم جدا، هو بيقول ايه، مثال على تقسيم المفهوم الى عده ابعاد فرعيه ومؤشرات. ابتدي بص هنا ايه اهميه ان انا احدد الابعاد، لان مثلا ممكن حد عايز يشتغل على موضوع الصحه. طب الصحه دي فيها كذا بعد، في الصحه النفسيه، في الصحه الجسديه، في الصحه الاجتماعيه، في الصحه الماديه وهكذا. طيب الصحه الاجتماعيه دي بتنقسم الى مثلا العلاقات مع الجدين، الاشقاء، الأب، الأم، والأصدقاء. طيب الصحة الاجتماعية والعلاقات مع الأب بتنقسم إلى، العلاقات مع الأب دي بتنقسم إلى مجموعة أبعاد، زي مثلا تكرار الصراع، مستوى الصراع، الشعور بالقرب، مقدار المساعدة التي يقدمها أو يتلقاها الطفل من الأب، نوع الأنشطة التي ينخرط فيها الأب مع الطفل. خدت بالي بقى إزاي؟ إن مفهوم بيطلع منه مجموعة أبعاد، وده هيخليني لازم أنا كباحث أعرف كويس قوي أولا التعريف ثم الابعاد، لان انا هشوف انا هشتغل على بعد ولا اكتر من الابعاد دي. افترض ان انا عايز اشتغل على الصحه الاجتماعيه، طيب انا هختار ان انا هشتغل على العلاقات مع مين؟ مع الاب بس ولا مع الاب والجدين وهكذا. احنا كده بنكون خلصنا المحاضره الثالثه، واتمنى تكون حضراتكم قدرتوا تفهموا الاهداف اللي احنا حددناها من البدايه. بالنسبه للميل الاكاديمي، بمجرد ما يتم تفعيله لحضراتكم هيكون في تواصل بخصوص اي اسئله. شكرا.